كما شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في حلقة نقاشية مع سعادة السيد براين هوك الممثل الخاص لشؤون إيران كبير مستشاري وزير الخارجية للسياسات بوزارة الخارجية حول قضايا المنطقة بتنظيم من المجلس الأطلسي بمدينة واشنطن. وفي بداية الجلسة أعرب معالي وزير الخارجية عن شكره وتقديره للمجلس الأطلسي واعتزازه بمشاركة سعادة السيد براين هوك في الحلقة النقاشية. وتطرق معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى ورشة السلام من أجل الازدهار التي استضافتها البحرين والتي نجحت في تحقيق أهدافها وفي التشجيع والتحفيز على الاستثمار في دولة فلسطين الشقيقة بما يصب في تحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية والازدهار للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك دولة لفلسطين كما أن هناك دولة لإسرائيل، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة والذي سيعود بالنفع على الجميع. وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أن إيران تمثل خطرا حقيقيا وتهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لميليشيات الحوثي في الجمهورية اليمنية يعرقل الوصول إلى حل يضمن استتباب الأمن والسلم في اليمن. واستعرض معالي وزير الخارجية التدخلات الإيرانية في مملكة البحرين ومن بينها مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيواءهم وتأسيسهم لجماعات إرهابية بهدف إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مجددا معاليه دعم مملكة البحرين للخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل الضغط على إيران وإنهاء تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية. ونوه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أهمية الحفاظ على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل خير وازدهار دول المنطقة، وإلى ضرورة تجاوب دولة قطر مع مطالب الدول المقاطعة لها وبكل شفافية وجدية. من جانبه شدد سعادة السيد براين هوك على ضرورة التصدي لإيران والتي تعد الخطر الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن هناك شبه إجماع دولي على رفض سياسات إيران التي تقوم على تصدير ثورتها وتهدف إلى السيطرة على المنطقة وإعادة ترتيبها على أسس طائفية. التوافق الكبير في الرؤى بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين كان عنوان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في مقر الخارجية بالعاصمة واشنطن. توابع اللقاء انعكست على جلسة نقاشية نظمها مركز أبحاث أتلانتيك كونسل في واشنطن بمشاركة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة والسيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران. كان هناك توافق في الآراء من الولايات المتحدة ومن مملكة البحرين كبلد من المنطقة ويتكلم باللغة اللي يتكلمونها أهل المنطقة. كان هناك توافق كبير على الأخطار التهديدات التي تواجهنا إن كان من إيران أو من غيرها، وأيضا على الفرص المستقبلية للاستقرار والتنمية تطرقنا إليها كثيرا، وكيف نعمل مع بعض، كيف نتجاوز هذه الأخطار. كانت الحمد لله والتوفيق من رب العالمين كانت جيدة. من جانبه أكد هوك على أهمية تغيير السلوك الإيراني في المنطقة وأن تتحرك الولايات المتحدة لإعادة صياغة اتفاق نووي جديد مع طهران. الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران لأنه ضعيف للغاية، كما أن صلاحياته ستنتهي خلال 17 شهراً. الاتفاق لم يتطرق أيضاً إلى مسألة الصواريخ البالستية العابرة للقارات، لذلك نحن بحاجة إلى التوصل لاتفاق جديد أفضل من سابقه. نريد اتفاقاً شاملاً يناقش التهديد الإيراني. كما شدد الحاضرون على أهمية العمل والبناء من أجل المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وعلى أهمية التطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة. جلسة الحوار التي نظمها أتلانتيك كونسل تعكس حجم التفاهم بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين حول التهديدات والأخطار التي تشرف عليها إيران في المنطقة، وكذلك أبرزت فرص الاستثمار المستقبلية في هذه المنطقة. تلفزيون البحرين، إسلام براجة، واشنطن.